السلام عليكم متابعي قناة ديزاين بروجيكت، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو مهم، القناة متخصصة بكل ما هو ديكور. حنا كنقدموا ان شاء الله الديكور ديال لابارتمون ديالكم، كوزينة، اي حاجة ان شاء الله. فوالا هادي واحد لابارتمون كنا قادينها لواحد الكليون، كما كتشوفوا هذا الفيديو كنشدو لكم في هاد لاكويزين كما كتشوفوا لي سبوت كاين الفوق. فوالا البلاكارات كلها اللون ديالهم ستيل بحال قلتي خزي. عندكم هذاك الديكور ديال اللي فوق من لاوت. فوالا هذا هو احد الفيترينه كاينه كما كتشوفوا. هذه الفيترينه فيها شكي ديكور مثلا الباصل ديالكم، وهذه لا صالا مونجي الكراسي ديالها. دير واحد الديكور ديال واحد الطابلو تما كما كتشوفوا. هذه الكوزينه بلاكار فوق بلاكار بلون تحت، هاد الكرخام ستيل كري. راه عندكم كما كتشوفوا هنايا عندكم واحد الصوفا تما، واحد الفوتاي جا قدام الباب. عندكم دو بورت باب الدخله وباب ديال واحد البيت تما، المهم شي نبينو ان شاء الله من بعد. عندكم واحد الفيترين كما كتشوفوا ها هي، عندكم واحد لانيش هادي اللي راه يحط فيها المسائل ديالو، بلاكار كاين لتحت ديالها وبلاكار الفوق. فوالا والارض برخام، الارض برخام كما كتشوفوا في الفيديو. على هذه الفيترين اللي قلت لكم، عندكم طابلو فوق تما ولود اون بلون تيكستور بلونش. وكاين هنايا هاد الكوان كما كتشوفوا اللي تحت الشرم، هذا كوان بيسي اللي بغا مثلا يحفظو. هذا هادي ديكور ديال واحد لابارتمون. هنايا هذا بلاصة الجلوس، عندك لي فوتي ستيل كري، جا واحد الشرجم، عندك وحده واحد لا لومب. وكاين واحد لي زيتاجير تما، هذا الموبل تي في جا فوق من لي زيتاجير. هادي وحده على تيلي، عندك الموبل تي في، عندك دي كاسون لتحت، جا تما واحد الباب. هادي باب لونطخي هو هذا، خويا هداك البيبان ديال لي شومبر على اليسار كتلقى الكوزينة. فوالا عندكم هاد هنايا هاد البلاكار لي زيتاجير فين حطو الكتوبة. كيما كتشوفو البلاكار في الكوزينة كاين فيهم تحت من الليد الفوق الليد لتحت، هادوك تسمو دي كيسون كاسكيت الفوق و لتحت في لاكويزين. فوالا هاد الدورة عندكم، نشوف السيل الزربية كي داير. و هاد المشاربية كتفرق لك ما بين جلسة البيسي و بلاصة الجلوس فين تفرج التلفازة. فوالا هادي دورة على لابارتمون. هادي فيديو انيماسيون ديال واحد لابارتمون. مرحبا بجميع اللي بغات تخواتي، مرحبا، السلام عليكم.